شهر رمضان المبارك شهدته مملكة البحرين في ظروف استثنائية تحفها الحيطة والحذر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتضاعف حجم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس لدى الكوادر الصحية في الصفوف الأمامية. مراسل مركز الأخبار يحيى العمري زار مركز الفحص العام في أرض المعارض وشارك عددا من الممرضين وجبة الإفطار. مركز الفحص العام في أرض المعارض في مملكة البحرين هو أحد المراكز التي يبذل فيها أبطال مملكة البحرين جهود كبيرة في القطاع الصحي لمكافحة انتشار هذا الفيروس. معي الآن أحد الأبطال، الأخ فهد. أول شيء نمسي عليك بالخير ونقول لك مبارك عليك الشهر، والله يعطيكم العافية على جهودكم اللي تبذلونها. الله يعافيك ومشكور، وعود عليك إن شاء الله بالشهر بصحة وعافية، والكل إن شاء الله شعب البحرين بصحة وعافية، وعود عليهم إن شاء الله بخير وصحة وسلام. شنو شعورك وانت اليوم من ضمن فريق مملكة البحرين اللي يكافح انتشار هذا الفيروس وموجود في الصفوف الأمامية وقاعد تتناول وجبة الإفطار في هذا المكان، وبالمقابل قاعد تضمن ان المواطن البحريني قاعد يتناول وجبة الإفطار بين أهله وبكل أمان وبكل صحة وعافية؟ هو طبعا شعور جميل صراحة، شعور جميل انك يعني قاعد تأدي وظيفتك ومهامك وقاعد تحاول تساعد بالمستطاع لديك انك تحارب هذا الوباء وتخلي الكل ينعم بالصحة والسلام والكل مرتاح في بيته. طبعا شعور، انا ما اخفي، شعور جميل، وانا شعور مرتاح منه جدا. حتى لو كنت يعني اتفطر في العمل، بس كشعور، شعوري داخلي جدا مرتاح اني قاعد اقدم خدمة لأبناء وطني. الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا احنا هني متواجدين في مركز المعارض. طبعا احنا حاليا في شهر رمضان الكريم، بتكون دواماتنا متواصلة 24 ساعة في اليوم. خلال هذه الفترات بيكون فريق طبي وتمريضي متكامل يقدم جميع الخدمات التمريضية والعلاجية إلى المرضى. بغيت أشكر بيتنا، أهلي، أنزين، أمي، أبوي، أخواني، خواتي، بيت يدتي بالأحرى كامل وقفوا وياي وتعبوا وياي وكلهم شجعوني وعطوني طاقة وايد إيجابية. حاب أشكر زملائي اللي هني بعد وياي على وقفتهم وعلى تعاونهم وياي، وحاب أشكر وزارة الصحة. مبارك عليكم الشهر. الحمد لله رب العالمين. روح نقدر نقول قوية وشعور سعيد، ما فرق شيء، قاعدين نخدم وطننا وأبناء وطننا إن إحنا نتخلص من مرض أو فيروس اللي هو الكوفيد 19، وماخذين كل الإجراءات الاحترازية في العمل وفي الفطور وفي كل حركة قاعدين نخطيها هنا إن شاء الله في هالمحل. جهود حثيثة وجهود كبيرة يبذلها منتسبي القطاع الصحي في مملكة البحرين، يأكلون وجباتهم في الدوام وفطورهم في الدوام علشان إحنا نكون بأمن وبأمان وناكل فطورنا ونتناول وجباتنا الرئيسية في هذا الشهر الفضيل بين أهلنا وبين أخواننا. فكل الشكر لهم.